بس قبل هيك خليني أحكي لكم شو إن شاء الله امتحاننا راح يكون يوم الأربعاء القادم. اللي داخل معنا راح يكون الHTML كامل بالإضافة للكاسكيد ستايل شيت لعند موضوع البوكس موديل. يعني البوكس موديل والتكست فلو مش داخل معنا، أوكي؟ يعني محاضرة اليوم ما راح تكون داخل معنا بالامتحان، أوكي؟ يعني آخر إشي راح يكون سلايد 57 اللي هو الإلمنت دايمنشنز، هذا حكينا عنه المحاضرة أو الأسبوع الماضي، أوكي؟ اليوم راح أكمل لك من 5.9، يعني هذا مش داخل معنا بامتحان بعد بكرة، أوكي؟ طيب الآن إحنا بنعرف إنه العناصر الـ HTML نوعين، إما تكون Block Level Element أو تكون Inline Block Element. حكينا الـ Block Level Element هي بتكون حيز، بتأخذ حيز داخل الصفحة، كمان إلها أدوار أخرى إنه زي الديف على سبيل المثال، بإمكان إنه إيش إنها تخزن مجموعة من العناصر بترتيب وتنظيم معين إذا بتذكر، صح؟ وبالتالي بتلاحظها إيش إن الأمور نستخدم البلوك ليفل إلمنت للترتيب والتنظيم. الآن هي زي ما حكينا زي الديف على سبيل المثال، مثال على البلوك ليفل إلمنت، بتكون مفروض يكون لها إطار، مفروض يكون لها حيز داخلي حيز خارجي، هذا اللي راح نتكلم عنه اليوم. الآن البلوك ليفل إلمنت بشكل عام تمتاز بثلاث خصائص رئيسية، من خلالها بإمكاني أني أتحكم فيها، تعطي رونق وتعطي منظر جمالي للعناصر البلوك ليفل إلمنت. هاي البلوك ليفل إلمنت تتميز زي ما حكينا بوجود ثلاث أشياء رئيسية بتتلخص عنا بالشكل التالي، أو بالشكل التالي بوضح الفكرة. لاحظ تخيل إنه فيها عبارة عن بلوك ليفل إلمنت داخل الكونتنت، هاي الكونتنت موجود حواليه. الآن حوالين الكونتنت إذا بتلاحظوا في حيز، هذا الحيز بيفصل ما بين الكونتنت وما بين البوردر، أي البوردر، أوكي؟ هذا الحيز بسميه بادينج. فإذا أنا إذا قدرت أتحكم بالبادينج بقدر أتحكم بالمحتوى الموجود داخل البلوك ليفل إلمنت، أوكي؟ فبالتالي بقدر أحطه على يمين الحيز، شمال الحيز خليه كبير، يمين الحيز خليه صغير يعني، أو أحطه السنتر، فبقدر أتحكم بالكونتنت ضمن حيز معين داخل هذا البلوك، فبعطي منظر جمالي حسب ما هو مطلوب منه. الآن لاحظ حوالين الحيز نفسه، أو خلينا نحكي حوالين البلوك ليفل إلمنت نفسه، في عنا بوردر. هذا البوردر شو بيعمل؟ بفصل البلوك ليفل إلمنت عن أي بقية إلمنتس أخرى، صح؟ بيحدد حدوده له. كمان إحنا بإمكاننا نتلاعب به ستايل هذا البوردر ليعطينا منظر جمالي إشي ممتع للبلوك ليفل إلمنت نفسه. الآن حوالين البوردر وأي عنصر آخر، هذا الحيز الخارجي للعنصر بسميه مارجن. فإذا ما بين البوردر ما بين أي عنصر آخر بسميه مارجن، فبقدر أتحكم بالمارجنز لحدود هذا العناصر من اليمين ومن الشمال للأسفل، وأعطي منظر جمالي كمان لمين للحيز اللي أنا موجود فيه. راح أعطيك المثال التالي للتوضيح الفكرة. لاحظ أنا في عندي، خليني أنفذ المثال هذا. هيو بالضبط، هيو لو انتبهنا عليه هذا، وين هي السكرين؟ نعم هي السكرين. لاحظ هون بتلاحظ انه في عندي مجموعة بلوك ليفل إلمنت، هذا بلوك ليفل إلمنت وهذا بلوك ليفل إلمنت. انا لاحظ حتى هذا في داخل كمان بلوك ليفل إلمنت، اوكي؟ هاي ديف وهاي ديف وهاي ديف، اوكي؟ وهاي باراجراف. لاحظ قدرت ايش؟ اني انا احطهم داخل بلوكات معينة واتحكم بثلاث خصائص اللي حكيتهم، اللي هي البوردر. لاحظ هذا البوردر اعطيته ستايل ولون معين، وهذا نفس العملية اعطيته بوردر ستايل ولون معين، اعطاني رونق للصفحة، قدرت اني اقسم الصفحة لاقسام. ومش بس هيك، لاحظ قدرت اني اتلاعب بالبادينج،
اللي هو إيش؟ مسافة ما بين هذا الكونتنت وما بين البوردر، هذا البابين بقدر إني أتحكم وأتلاعب فيه. نفس الفكرة هون، قدرت إني أتلاعب ب في عنا ديف داخلي، أوكي، فمبين علينا شو إنه هو بشكل منفرد. ليش؟ لأني أنا قدرت أتلاعب بالمارجن ما بين لاحظ ما بين هذا العنصر وهذا العنصر، فأعطى رونق للصفحة بشكل جيد، وخصوصا البلوك ليفل عندنا. الآن خلينا نشوف الكود لهذا الكود، ونشوف كيف أنا قدرت أتلاعب بالخصائص هذول الثلاث، وشو هي الآلية اللي تحكمني بالتلاعب بهاي الخصائص الثلاث. أنا أرجع للكود، هاي كود جاهز عندي. لو انتبهنا عندي هون بتلاحظ إنه بس بدي أفرجيك أنا بالبادي، هاي البادي، شو في عندي؟ في ديف واحد اثنين، في عندي ديفين كبار، الديف الكبير والديف الصغير. لاحظ هذا الديف اللون كان البوردر تبعه أحمر، أوكي، شو داخله؟ داخل باراجراف، فأنا منظم فيه باراجراف داخل. لاحظ هذا اللون أزرق، الديف الكبير لونه أزرق، أوكي، شو داخله؟ داخله عنصرين، ديف صغير وباراجراف. بدي أشوف هاي كيف أنا مرتبهم، وكيف قدرت إني أنا أعطي ألوان وستايل للبوردر وللبادينج وللمارجن. خلينا نبلش بالبوردر. البوردر شو بقدر أتلاعب بالخصائص لأي بلوك ليفل عندك؟ ممكن أغير اللون إله، أغير الستايل، وأغير الثيكنس تبعه. هذول الثلاث أشياء ممكن أتلاعب وأغير فيهم لمين؟ للبوردر. أوكي، أول شيء خلينا نشوف الستايل، بوردر داش ستايل. كيف أنا بدي أغير البوردر داش ستايل؟ فلاحظ أنا على سبيل المثال روحت على بلوك ليفل إيمنت، على سبيل المثال الديف، بدي أعطي ستايل أو أعطي لون للبوردر، فشو عملت له؟ أضفت له ستايل رول. هاي أنا استخدمت الانلاين، استخدمت الانلاين لإضافة الستايل. شو قلت له هون؟ بوردر داش ستايل. فإذا أنا تغيير ستايل البوردر، شو بتحكي؟ شو الخاصية؟ بوردر داش ستايل. طبعا هناك في عندنا أنواع كثيرة من الستايلات، أوكي؟ خليني أفرجيك إياها داخل السلايدات. هيا بالفعل هاي البوردر داش ستايل، في عنا العديد من أنواع الستايل هذول للحفظ، أوكي؟ طبعا افتراضيا هي النون. شو يعني نون؟ يعني ما فيش عنا بوردر، وبالعادة أي بلوك ليفل إلمنت أنا بضيفه تلقائيا افتراضيا ما فيش بوردر له، سواء كان الديف او الباراجراف او الهيدنج، ما كان في لهم شو، ما في لهم بوردر، افتراضي هو النون. الان ممكن انا اغيره اخليه دوت. دوت يعني شو؟ يعني اخليه على شكل نقاط، يكون البوردر على شكل نقاط. داشت يكون على شكل خطوط صغيره متقاربه، صح؟ سوليد يعني يكون صلب، دبل يكون يعني ثنائي. لنلاحظ الجروف والريدج والانست والاوتست هذولا بعطينا بعد ثلاثي، يعني كأنه ثلاثية الأبعاد. الآن بيختلف بيناتهم إيش الظل وين جاي، هو بالنص، عفوا هو بالداخل بالخارج على اليمين على الشمال، لكن هذول الأربعة الجروف والريدج والانست والاوتست إنه بعطوني بعد ثالث لمين، خلينا نحكي للبوردر، لكن بيختلفوا بمكان الظل، وين الظل بيجي. أوكي، طبعا الهيدن هون شو معناتها؟ إنه موجود لكن غير مرئي. الهيدن هو موجود لكن غير مرئي. طبعا شو بيختلف عن النن؟ النن مش موجود نهائيا، لكن الهيدن موجود لكن غير مرئي، فبالتالي يعني باخذ حيز. يعني شو الفرق بيناتهم؟ انه الهيدن باخذ حيز للبوردر، لكن النن ما باخذ حيز للبوردر. طيب خلينا نجرب الستايل. لاحظ انا هون شو قايل له؟ بوردر داش. خلينا اجرب الدوت دو دوت. اوكي، هاي رن. يعني ارجع للكود تبعي، الاحظ هذا كان انسيت، حولته لدودت، فلاحظ صار على شكل نقاط، صار على شكل نقاط. خلينا نجرب الدبل. نفذ ريفرش، بالفعل صار عندنا دبل. فبإمكانك إنك أنت تتحكم بالستايل بالطريقة اللي بدك إياها. خلينا أجرب مثلاً الجروف،
ريفرش. فلاحظ هو بيختلف الانست والجروف والريد والرج على مين والاوتسيت لدرجة ايش وين هو الظل، لاحظ الظل لبرا، فبالتالي بيعطيني بعد ثالث. وضحت فكرة الستايل، نجرب الداشد. بالفعل أعطاني إياها شكل داشت. وضحت الفكرة؟ طيب الآن شو كمان ممكن أغير بالبادي بالبوردر عفوا؟ ممكن أغير الويدث، ممكن أغير الويدث لإله، الثيكنس لإله، أوكي؟ ممكن نزيد ونقص الثيكنس حسب ما أنا بدي، أوكي؟ أنا مثلا أعطيته 10 بكسل، خليني إيش مثلا أكبرها أخليها 20 بكسل ونشوف كيف راح يصير شكلها. بالفعل صار عندنا الثيكنس للبوردر بشكل كبير. فبإمكاننا نتحكم بالبوردر الويدث البوردر بشكل ده. الشغلة الثالثة ممكن أتحكم فيها اللي هي البابينج، عفوا اللي هي الكلر، أعطي كلر للبوردر، أعطي كلر للبوردر، أوكي؟ أنت حر باللون اللي بدك إياه، ريد جرين بلو يلو، أنت براون، خلينا مثلا نحطها جرين، نعمل سيف. فتحولت باللون اللي أنت بدك إياه. طيب وضحت الفكرة؟ الآن هيك بكون إحنا خلصنا الخصائص. أنا ممكن أعطيها للبوردر سواء كانت الستايل أو كانت الويدث أو كانت الكلر، أنا ممكن أن أتحكم فيهم بالطريقة اللي أنا بدي إياها. لاحظ أنا كيف أعطيت معلومات البوردر، أعطيتها بشكل مفصل، قلت الويدث لحال، الستايل لحال، معلومة الكلر لحال. أو بإمكاني أني إيش أعملها بشكل مجمع، أعطيها ببلوك واحد زي المثال التحت هون، لاحظ الدف اللي تحتاني أعطيته بوردر بشكل تجميعي، معلومات بشكل مجمع، أوكي؟ فلاحظ أنا هون بالبداية بتعطيه الويدث، بعدين فراغ تعطيه الستايل، فراغ تعطيه الكلر، فبدأت تمشي على هذا الترتيب أو هذا النسق للمعلومات. فإذا ممكن نعطيها بشكل تفصيلي أو نعطيها بشكل دفعة واحدة أو بلوك واحد لمعلومات البوردر. هون قلت له بوردر بدي إياه يكون الويدث تبعه 5 بكسل، نوع دبل ولونه بلو، أوكي؟ فأنت حر إما تستخدم الطريقة التفصيلية أو الطريقة المجمعة، بس إذا استخدمت الطريقة المجمعة بلوك واحد لك تعطي كل المعلومات بالترتيب هذا، يعني إجباري تعطي كل المعلومات بالترتيب حتى يقدر يفهمها، أوكي؟ طيب هاي بالنسبة للبوردر، بالنسبة للبوردر. أما ننتقل للخاصية الثانية اللي هي البادينج. البادينج هون قلنا هي المسافة ما بين الكونتنت وما بين البوردر نفسه، فأنا ممكن أن أتحكم فيها. شو تتحكم فيه؟ تتحكم بالمسافة، تصغرها تقللها تبعدها قد ما بدك انت هون. فلاحظ انا شو قايل لهم بادينج 2 اي ام، شو المقصود؟ يعني بدي يكون البادينج من جميع الجهات مالها، البادينج من جميع الجهات 2 اي ام. فبتلاحظ خلينا نخليها نكبرها شوي 5 اي ام مثلا حتى نلاحظ الفرق. يعني اي سيف، خلينا ننفذ. لاحظ الان شو راح يصير بالبادينج هذا الموجود عندي هون، أعمل ريفرش، بالفعل كبر، أصبح عندي من جميع الجهات 5 اي ام، كبرته، أوكي؟ الآن ممكن أني أنا أخص عملية البادينج من جهة الشمال أو من جهة اليمين أو من التوب أو من البوتوم، بتضيف بس بادينج داش ليفت 5 اي ام، لاحظ راح يصير فقط البادينج من جهة اليسار، أما البقية ما في بادينج أو البادينج الافتراضي، لاحظ هون بس صارت عندي 5 اي ام. ممكن في ايش مثلا اخليها من الاسفل او من الاعلى، او ممكن تتحكم انت من الليفت والتوب. مثلا خلينا اقول له هون بدي انا البادينج من الليفت والبادينج من ايش التوب، على سبيل المثال التوب بدي اياها تكون 10 اي ام والليفت بدي اياها تكون 5 اي ام. فانا هون حددت فقط البادينج من الليفت والبادينج من التوب. روح هون مرة ثانية ريفرش. طبعاً
لأنه في عندي خطأ هون. سيف. سيف. طبعا هون كمان في عنا فاصلة مقطوعة. سيف. وارجع صلحنا الايرور. رفرش. بالفعل لاحظ البادنج شو صار عندي، المسافة هون 10 اي ام والمسافة من هون 5 اي ام والبقية ما اعطيتهم. وضحت الفكرة؟ فنفس الطريقة بامكانك يعني نفس البوردر تعطي قيمة مجمعة لكل الاتجاهات او تخصص الاتجاه اللي انت بدك اياه او تخصص الاتجاه اللي انت بدك اياه. لاحظ هون انا قلت له مثال تحت البادنج داش ليفت دي 1 اي ام وبادنج داش توب 1 اي ام، لكن بقية البادنجز ما لهم تركتهم زي ما هم، أو زي ما حكينا نلجأ للطريقة المجمعة لكل الاتجاهات. إذا بدي كل الاتجاهات مثلا تكون خمسة اي ام فبتصير من جميع الاتجاهات خمسة اي ام. سيف. ريفرش. خمسة اي ام من جميع الاتجاهات. وضحت الفكرة؟ طيب اخر شيء اللي هو المارجن. المارجن بيشبه البادنج. المارجن هو المسافه ما بين البوردر وما بين اي إلمنت اخر. اوكي، فممكن اخصصه كمان من الاتجاه اللي انا بدي اياه او اعطيه بشكل مجمع، احكي كل الاتجاهات اللي بدي اياها تكون مثلا 5 ايام او خلينا نكبرها شوي 7 ايام. اوكي، ملاحظ الآن شو راح يصير بالبوردر؟ كبر هذا البوردر الموجود هون، أي حوالين بكون ما بين البوردر وأي عنصر آخر، البوردر وأي عنصر آخر ماله كان 7 اي ام، 7 اي ام. اوكي، نفس الطريقة بإمكانك إنك أنت تخصص بتقول له أنا بدي إياها من الليفت أو من الرايت أو من التوب. اوكي، وضحت فكرة البادنج والمارجنز. نفس الفكرة هون أنا داخل الديف الكبير شو حكيت له؟ بدي اياه يكون البوردر تبعه 5 بكسل دبل بلو. بالفعل لما رجع هون شو مالها هاي؟ كانت دبل 5 بكسل العرض وكان لونه ازرق هذا البوردر الكبير. طبعا داخل البوردر الكبير شو في؟ في عنا ديف وفي عنا شو؟ وفي عنا باراجراف. خليني ارجع لك للكود. هاي اي ديف الكبير ماشي، شو داخله؟ ديف صغير وباراجراف. بس الان لو انتبهنا الديف بايش ببلش؟ dimensions of element، والباراجراف بايش ببلش؟ browsers normally place. بس يعني اجيت سالتك سؤال بامتحان، مين راح يظهر قبل الثاني، هل الديف ولا الباراجراف؟ اكيد تقول لي بالبدايه راح يظهر الديف وتحتيه الباراجراف، بس الواقع غير هيك. خليني ارجع للكود تبعي شوف شو عطيني. هاي الـ dimensions of elements جاي على اليمين، هاي الـ div، هاي أنا عاملها إيش select، والباراجراف حواليها. طب شو اللي خلى هذا الإشي؟ احنا افتراضيا مفروض يكون الـ div بالبداية وتحتيها الباراجراف، معناته أنا عملت إشي معين بالستايل. خليني أفرجيك إياه شو عملت. لاحظ أنا قلت له الـ div الصغير اللي ببلش دايمنشنز شو بدي يكون الويت تبعه 30%، صغرته اول شيء. اول شغله عملتها اني انا صغرت الويت، بدل ما كان 100% لا خليته 30%. هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه شو عملت؟ عملت البادنج للليفت له 1 اي ام وبادنج للتوب 1 اي ام والمارجن 1 اي ام، يعني اعطيت حدود له واعطيت بادنج له. الان ظل علي كيف هو راح على اليمين، كيف راح على اليمين هذا الديف؟ طبعا هاي 1 اي ام والمارجن 1 اي ام، عشان هيك تركت هاي السبيسز حواليه. اوكي، من البادنج ومن المارجن السبيسز. بس المشكله الان ليش هو راح على اليمين؟ والادهى من هيك ليش اجى الباراجراف حواليك كمان؟ ليش اجت الباراجراف حواليه؟ هاي نقطه مهمه كمان. اوكي، بدك انت مثلا تقول لي البوزيشن انا خليته على اليمين، اوكي بقول لك ماشي خليته انا على اليمين، بس ليش اجت الباراجراف حواليه؟ ما هي نقطه كمان لازم احنا نعرفها، ليش خليته على كمان اليمين؟
الفكرة اجت من وين؟ اجت من هون. انتبه عليه، ارجع للكود بتلاحظ انه ضفت له خاصية float write. هاي خاصية مالها؟ float write. اوكي، اعطيه خليته floated للرايت. هاي خاصية جديدة انا بعطيها للبلوك ليفل element. شو بتعمل؟ كانها بتعمل تعويم لهذا العنصر داخل الصفحة. عملت تعويم. شو يعني تعويم؟ معناته اصبح حواليه بقية العناصر، اصبحت حواليه مالها بقية العناصر موجودة. فكأنه هذا الدف الصغير أصبح عائم داخل الصفحة، وحواليه شو؟ حواليه بقية العناصر. مين اللي حواليه؟ اللي هو الباراجراف. الباراجراف، فخلينا نشوف هون، أصبح هذا عائم لليمين. قلت له فلوت إيش؟ فلوت لليمين للرايت، وبقية العناصر أصبحت عائمة حواليه، فكأنه أصبح هذا فلوت داخل الباراجراف. طبعا ممكن انك انت تتحكم في ليفت ولا رايت. انا مثلا هون عملته رايت، خلينا اعمل له ليفت، شوف شو راح يتغير الان. هاي ليفت، فلوتد ليفت بدي اياه، فلوتد ليفت. ارجع هون ريفرش، لاحظ بالفعل اصبح شو؟ اصبح على جهة الشمال. اوكي، اصبح على جهة الشمال وحواليه الباراجراف، وحواليه الباراجراف، وأصبحت عنا حوالي الباراجراف موجودة معنا. أوكي، فأصبح فلوتد لمين؟ فلوتد إلى جهة الشمال. أصبح فلوتد إلى جهة الشمال. أوكي، أصبح فلوتد إلى جهة الشمال. وضحت فكرة معنى الفلوت؟ يعني إذا دخلت على عنصر معين تتخليه floated. أوكي، طافي، عائم. أوكي، وحواليه شو؟ وحواليه بقية العناصر. أوكي، طيب، كون هيك إحنا انتهينا من التعامل مع الخصائص الثلاث، سواء كانت الفلوت أو البادينج، مارجن والبوردر. ظل عنا آخر إشي بدنا نحكي عنه هون، معطيني شو؟ هذا حكينا عنه كله. بحكي لي CSS Media Types، هاي مهمة 5.10. شو بقول لي؟ بقول لي أنا بالعادة أنا بسوي لصفحات الإنترنت، حتى شو الإشي اللي بيقدر يفتحهم؟ اللي هو بالبراوزرز. أوكي، أو Media Types، الشاشة اللي هي من خلالها بفتح فيها الصفحة. الآن ممكن أنا أفتح الصفحة من خلال الموبايل، ممكن أفتح صفحة الإنترنت من خلال الداتا شو، هذول اللي إحنا بنعرفهم. لكن هناك في بعض الميديا تابز الأخرى بإمكانها من خلالها أشوف فيها صفحة الإنترنت. زي إيش؟ في عنا الشاشة الاعتيادية السكرين، في عنا الموبايل، وفي عنا شو كمان؟ في عنا البرينتر. البرينتر كمان بقدر من خلالها أقدر أتصفح صفحة الإنترنت. يعني مثلا عندي ويب سايت يتكون من 5 صفحات، بقدر أطبع هذا الصفحة وأشوفه من خلال الورق. فإذا البرينتر هي ميديا، من خلالها بقدر أشوف صفحة الإنترنت. طيب شو في كمان؟ في عنا أجهزة البريل، خصوصا للأشخاص اللي عندهم مشاكل بالنظر، وهم بيستخدموا البريل لقراءة صفحات الإنترنت، وهذا كلام جيد. شو في كمان عندنا ميديا تايبز أخرى بقدر من خلالها أشوف صفحة؟ الأورال ماشينز، اللي هي كمان الأشخاص اللي عندهم مشاكل بس بالنظر، إنه ممكن إنك أنت تشغل صفحة الإنترنت على أورال ماشين، أوكي، وتقرأ صفحة الإنترنت سماعي، فأنت بإمكانك تعمل تتفرغ أو تستمع لها من خلال شكل سماعي، من خلال شكل سماعي أورال. فإذا هناك في عنا اختلاف بالميديا تايبز، اختلاف بالميديا تايبس. وممكن بالسكرين هي الافتراضية، الموبايل، الأجهزة البريل، الأورال ماشينز، والبرينتر. فإذا هناك في عنا تنوع بالميديا تايبس اللي من خلالها بقدر أشوف إيش صفحة الإنترنت، بقدر من خلالها أشوف صفحة الإنترنت. طيب شو بهمنا بالكاسكيد ستايل شيت؟ شو بهمنا بالستايل؟ بهمنا كالآتي، أفرجيك المثال التالي. مثال التالي شو بقول لك؟ أنا عمل صفحة إنترنت، بختار الستايل تبعها بشكل غامق. هذا الغامق، لاحظ الخلفية غامقة
والنصوص غامقة. المشكلة وين؟ إذا شفتها إذا استخدمت مثلا السكرين تقدر تشوفها هاي الصفحة، الصفحة الغامقة. إذا استخدمت الموبايل بإمكانك تشوفها، لكن لو استخدمت البرينتر على سبيل المثال، البرينتر اطبع هاي الصفحة، شو راح يعطيك؟ راح يعطيك ورقة فيها كله غامق، يعني راح يكون الخلفية غامقة والنص غامق، فبكون قراءتك للنص شوي قليلة خفيفة، صح؟ خصوصا إذا كانت البرينتر أبيض أسود، صح؟ مش ملونة. فهون المشكلة إنه بصير عنا هذا الستايل بزبط لميديا معينة، لكن ما بزبط لميديا ثانية. يعني بزبط بمثالي هون هذا الستايل لسكرين، لكن ما بزبط للبرينتر. طب شو الحل؟ الحل هو إنك أنت تعمل كاستمايز للستايل حسب الميديا اللي تختارها بمشاهدة مين؟ بمشاهدة الصفحة، بمشاهدة الصفحة. أوكي؟ فلاحظ كيف بدي أعمل له كاستمايز بمثالي. شو قلت له هون؟ هون أنا بالستايل فوق بالإمبيدد ستايل، هاي الستايل تايب. قلت له عملت تخصيص للستايل، حكيت له أت ميديا، هاي جديدة علينا. أت ميديا أول شو يعني؟ افتراضيا شوف صفحتي بالستايل التالي، هاي معناها افتراضيا شوف الصفحة بالشكل التالي. البادي بدي اياه باك جراوند تكون كذا، الاتش 1 تكون كذا، البي تكون كذا، اوكي. لكن اذا استخدمت البرينتر لمشاهده الصفحه استخدم هذا الستايل. شو قلت له هون؟ ات ميديا برنت استخدم الستايل التالي. فانا هون شو عملت؟ يعني بمثالنا هون رحت عملت ستايل تكون الخلفيه فاتحه، يكون النص واضح، يكون اللون غامق، عفوا لون الفونت غامق، حتى تبين معي بالبرينتر. فانا قدرت اعمل كاستمايز للستايل باستخدام كيورد ات ميديا. اوكي، طبعا هون الكيورد بامكانك تستخدمها انت للميديا. ات ميديا هاند هيلد مخصصه للموبايل، فانت بدك تخصص ايش للموبايل بتحكي له ات ميديا هاند هيلد. بدك تخصص انت ستايل للبريل بتقول له ات ميديا بريل. بدك تخصص ستايل للأورال تقول له أت ميديا أورال. بدك تخصص للبرينتر أت ميديا برينت. طبعا الافتراضية اللي هي السكرين أت ميديا سكرين. أوكي، يعني لو ما ذكرت أت ميديا بيفترض هو هذا الستايل لمين؟ للسكرين. طبعا إذا بدك تجمعهم كلهم بستايل واحد شو بتقول له؟ أت ميديا أول اكسبت مين هون بمثالي؟ اكسبت البرينت. هون خصصت البرينت قلت له البرينتر لا بدي إياها تكون بالشكل التالي، بديها تكون بالشكل التالي. وضحت الفكرة؟ تخصيص الستايل حسب الميديا معينة. في زي ما قلنا احنا خمس انواع من الميديا، اللي هم هاند هيلد للموبايل، البرنت للبرنتر، الاورال للاورال ماشينز، وفي عنا كمان شو في عنا كمان البريل لأجهزة البريل، والسكرين للسكرين اللي هي افتراضية. اوكي، طيب بقى عنا آخر إشي راح نحكي عنه اليوم، اللي هو بناء دروب داون منيو. يعني هاي شو عمل؟ راح جمع الأشياء اللي احنا أخذناها بالكاسكيد ستايل شيت، وعمل زي أكتيفيتي زي نشاط كيف بدي يبني منيو باستخدام الكاسكيد ستايل شيت. يعني بده يهمني إنه في منيو عندي داخل إيش؟ داخل الصفحة. اوكي، فهون بده يفرجينا كيف هو عمل بناء لمنيو باستخدام الكاسكيد ستايل شيء. خلينا نشوف. طبعا بدي افرجيك البادي. اول شيء افرجيك المنيو اللي عملها هو. هاي المنيو. طبعا بتبلش بالبدايه بتكون ايش الكود عندنا، بكون بس عندنا منيو، بس انت تاشر الماوس عليها بتظهر لك قائمه المنيو. لاحظ فيه هوم نيوز ارتكلز بلوج كونتاكت. الان بس انت تختار واحده من هاي تصير لونها خلفيتها شو؟ خلفيتها ايش؟ لون فاتح شوي. طيب خلينا نشوفها كيف بناها. انا بدي افرجيك البادي. البادي هي شو فيه؟ البادي فيه ديف بس. هاي هي فكره بسيطه تبعت المنيو. المنيو عباره عن ديف. داخل الديف هات شو بكتب فيه؟ بحط فيه مجموعه انكورز، وهذا عباره كل واحد عن انكور. راح يوديني وين؟ على
مكان معين داخل الصفحة، هي منيو. أوكي، بضغط على هوم بوديني على هوم، بضغط على نيوز بوديني على نيوز وهكذا. فمفروض إنه داخل الديف هذا المستطيل هذا أحط فيه مجموعة أنكورز. بس هاي الفكرة. لأن وين التلاعب؟ وين الحيل؟ التلاعب بالكاسكيد ستايل شيت. يعني كيف راح تظهر عندي بالبداية شكلها كالآتي، بس أحرك الماوس عليها راح تظهر لي بقية الأسماء، أوكي؟ وبس أحرك الماوس على واحدة منها، أوكي؟ بتصير لونها لون الخلفية شوي غامق. نشوف كيف من هالمنيو، كيف من هالديف المجفين ومجموعة أنكورز، يعني قدرت أعمل هذا الإشي كله. قدرت أعمل سيميوليشن لمين؟ لمنيو كامل عندي. بدي أفرجيك وين؟ في الكاسكيد ستاشيل، اللعبة كلها بالكاسكيد. روح الكاسكيد هون، هيا. هاي طبعا استخدمت عن طريق الامبيدد ستايل شيت، طفت له الكاسكيد ستايل. راح اشوف فيه اول شيء البادي، شو خليت الفونت فاميلي اريال وسانسر، هاي عاديه ما فيهاش مشكله. وين اللعبه هون؟ انشات كلاس اسمه منيو تابع لمين؟ للديف. انشات كلاس اسمه منيو تابع للديف، انتبه علي، هذا احنا بنعرفه صح، مش شيء جديد علينا. شو خليت فيه؟ خليت الفونت ويت إلو بولد. مين هو الفونت ويت إلو بولد؟ الديف. الفونت ويت إلو بولد ديف. فعشان هيك بتلاحظ كل إشي موجود داخل هذا الديف بكون بولد. طيب كمان الكالر وايت، شو الكالر وايت؟ خليت الفونت للنصوص وايت، عشان هيك مش مبينة عندي هون. إذن افتراضياً اي شيء داخل الديف بده يكون وايت، والدليل هي المنيو، كلمه المنيو مالها؟ منيو مالها كانت وايت، واي شيء داخله وايت. طيب كمل مع بعض. البوردر ماله بدي اياه يكون 2 بكسل سوليد، وبدي يكون اللون كالتالي. فعشان هيك بتلاحظ البوردر له ماله سوليد، وهو ماخذ الفونت او ماخذ الويت وماخذ اللون اللي انا طالبه. كمل. التكست ألاين شو بدي اياه يكون سنتر، فبتلاحظ كل شيء موجود داخل الديف سنتر، داخل الديف سنتر. الويدث بدي اياه يكون 10 اي ام، شو يعني 10 اي ام؟ عشان هيك هو ما اخذ عرض الصفحه كامله، شو اخذ؟ بس 10 اي ام من هون لهون الديف، ومفروض ياخذ من هون لهون، بس هو ليش اخذ من هون لهون؟ لانه قايل له الويدث بدي اياه يكون 10 اي ام. طيب كمل. الباك جراوند شو بدي اياها تكون؟ اللون التالي، اخذت اللون التالي، هي قريبه للابيض شويه. هذا اللون وحكينا اللون بامكان اضيفه بالهكساديسيمال صح، هو شوي اقرب للابيض. طيب هذا الافتراضي، هذا الديف الافتراضي لازم يكون هيك. طيب كيف انا قدرت اني اتحكم فيه واخلي لونه؟ لاحظ بس بينت كلمه منيو وبقيه ما بينت. كيف هذا قدرت عملته بالشكل الثاني؟ لاحظ هون، ركز لي هون، انسى لي هاي. هون شو قلت له؟ حكيت له الاي، كل العناصر الموجوده بالاي، عفوا كل عناصر الاي الموجوده بالديف اللي استدعى المنيو او وقت استدعاء المنيو، اوكي يعني نفس المعنى، كل الاي الموجوده بالديف اللي استدعت المنيو او وقت استدعاء المنيو للديف، كل الاي شو مالها؟ الديسبلينان. هون الفكره، في عندنا هاي جديده بوبريتي اسمه ديسبلي. هذا الديسبلي بيخلي لك اي عنصر داخل الصفحه ماله مختفي نان، بس تحكي لي ديسبلينان. الافتراضي شو هو؟ بلوك. في قيمتين باخذ الديسبلي، اما بلوك واما نان. الافتراضي بلوك، كل العناصر الديسبلي تبعها بلوك. انا هون شو قلت له؟ بدي كل الاي داخل الديف، هيك معناها بالعربي، بدي يكون الديسبلاي لها نن. عشان هيك انا ما بينت معي وقت ما فتحت الصفحه، اي وقت ما فتحت الصفحه كل الايز ما بينوا معي نن، كانوا كل الايز ما بينوا معي، اوكي؟ معني انا بانيها هون كله ايه. طب ليش ما بينت معي؟ لانه قايل له وقت ما تفتح الصفحه خلي الديسبلاي نن. طبعا واعطيت خصائص للاي، شو قلت له؟ بوردر داش توب بدي اياها تكون كذا، الباك جراوند كلر بدي اياها وايت، خليت الباك جراوند وايت، الويدث بدي اياها 10 اي ام حتى تتلائم ايش؟ الاي هاي تتلائم مع المنيو، خليت 10 اي ام.
التكست ديكوريشن كمان خليته نون، زحت عنه شو؟ زحت عنه الاندر الاندر اندرلاين، مش كل المنيوز كل الايز اندرلاين، شلت عنها الاندرلاين هاي تكست ديكوريشن نون. وشو قلت له؟ الكالر بلاك، بلاك عشان هيك بتلاحظ هذا كلياته بلاك، لكن المنيو بعدها بيضة. ليش؟ لأنه تابع على الديف، لكن كل الاي خليتهم بلاك، ومفروض يكون لونهم أزرق، أو يكون لونهم أصلا أزرق. آه صحيح، بس أنا خليتهم بلاك. وضحت الفكرة؟ طيب هاي الطبيعة. لأن وين بتصير اللعبة؟ إذا أول ما أفتح الصفحة رح يظهر عندي فقط من ال من الديف، هذا الديف اللي بنيته رح يظهر فقط كلمة منيو. عشان هيك أول ما فتحت الصفحة ظهرت كلمة منيو، أوكي. لكن بقية الأنكورز ما لهم نان، ديسبلي تبعهم نان، عشان هيك ما بينوا، لأنه كل واحد من هذول عبارة عن أنكور ما بينوا. طيب الآن شو حكيت له أنا هون؟ حكيت له بس تعمل هوفر، لاحظ انتبه على هاي، بس تعمل هوفر على الديف المستدعي المنيو. بعيدها، إذا عملت هوفر على الديف المستدعي المنيو شو راح يصير بالاي؟ خلي الديسبلي تبعها بلوك، اظهر لي اظهر هون مين؟ اظهر الانكر. هون الفكره، بس تعمل انت حركت الماوس هي، لاحظ حرك الماوس على المنيو على الديف، ما حركت الماوس على الديف، شو راح يصير بالانكرز؟ راح يبينوا الان بالخصائص اللي انا ذكرتها قبل شوي. الفون تبعها بلوك، في لها الويت تبعها 10 اي ام، البوردر تبعها كذا، فظهروا عندي بالشكل الثاني، هوم نيوز ارتكل بلوك كونتاكت. هاي الفكره البسيطه للمنيو. ديسبلي اما تكون بلوك او تكون نون، بس انا هو الواقع انا باني هاي. طب كيف اخفيت هذول على اليوزرز؟ بالديسبلي. وضحت الفكره؟ لاحظ الان بس تحرك الماوس، تعمل هوفر على الانكور اللي داخل الديب، شو راح يصير اللون الباك جراوند تبعها؟ راح يصير عندنا، لاحظ هذا الخلفيه تبعته، بس تحرك الماوس على الايز بتصير الخلفيه مالها شوي داكنه، اقرب للازرق شوي. وضحت الفكره؟ فهيك قدرنا احنا نتحكم بالمنيو. الان راح يفصل عنا الزوم، يا ريت ترجعوا مره ثانيه تدخلوا على الزوم بنفس الرابط بعد عشان نكمل. يلا، انه في عنا ديف وفي مجموعه انكورز، رحت عملت اخفيت الانكورز من الديسبلين. انا طبعا اعطيته ايش؟ خلينا نحكي مواصفات بحيث تظهر عنا على شكل بلوكس، اوكي، بالخصائص التاليه. الان انا وقت ما بدي اظهرها ربطتها بالهوفر، اظهار هاي الانكورز ربطته بالهوفر، بس احرك الماوس على الديف اللي هو متمثل بالمنيو، الانكورز راح تظهر قدامي، اوكي. كيف هاي عملتها؟ عملتها بالشكل التالي اللي هي وين نرجع؟ هيا اللي هي ديسبلاي، لأن شو قلت له؟ ديسبلاي بدي اياها تكون بلوك. اذا عملت هوفر، لاحظ كيف الفكره، اذا عملت هوفر على الديف الاي بتصير الديسبلاي تبعها بلوك. هاي تختلف عن هاي شو هاي؟ هاي اذا عملت انت هوفر على الاي اللي داخل الديف بتصير الباك جراوند كلر. فالفكره هون كله هذا باللون الازرق، البلوك الديسبلاي تبعه بلوك ولا ديسبلاي لا له؟ نعم. برجع بكرر، افتراض الديسبلاي هو النون، او عفوا هو البلوك، الافتراضي هو البلوك، اي انت عنصر بتضيفه بتكون الديسبلاي تبعه بلوك، واضح ظاهر قدام الصفحه، لكن بامكانك تغيره بالديسبلاي نون. الديسبلاي نون. وضحت الفكره؟ طبعا اخر شيء هون بحكي لي عن اليوزر ستايل شيت، بقول لك بامكانك انك انت تضيف ستايل شيت خاص فيك وتربطه مع الويندوز، تربطه مع الويندوز، يعني تنشئ انت ملف ستايل شيت حابه
يكون دائما مرتبط بالصفحات اللي انت بتشاهدها. اوكي فبتروح تربطه وين؟ مع الويندوز لإلك. فلاحظ الطريقة كالآتي، راح هاي يعمل هو ستايل شيت خاص فيه، يوزر ستايل شيت، داخل ملف اسمه يوزر ستايل شيت دوت سي اس اس، ماشي. وشو عمل؟ راح فتح الانترنت اوبشنز من خلال الاكسسبيليتي. بعيد لك اياها، بروح على الانترنت اوبشنز، تحت في شيء اسمه اكسسبيليتي، تدخل عليه تفتح لك هاي الصفحة. الان بالتحت في شيء اسمه يوزر ستايل شيت. هون انت شو بتحمل؟ الملف الستايل شيت الخاص فيك يوزر، تعمل براوزر وبتدور عليه وبتحمل الستايل شيت خاص فيك وتعمل له اوكي. الان شو اصبح؟ اصبح الديفولت براوزر تبعك حسب اليوزر ستايل شيت اللي انت اخترته. اوكي، فاصبح الاوثر ستايل له اعلى اولويه من الويندوز ستايل. اوكي، الويندوز مقترح عليك ستايل، انت لغيته هذا الستايل، فانت حملت يوزر ستايل خاص فيك انت. اوكي، فاصبح اعلى اولويه من الويندوز. اوكي، بس بظل اذا انت داخل الكود رجعت عملت يوزر ستايل خاص فيه بغطي، لانه قلنا الخصوصيه تغلب العموميه، فهي ان نعرفها. اوكي، وضحت الفكره؟ فاذا هون اصبح الان اي برنامج انت شغال، لاحظ على طول عملت صفحه HTML ما اعطيتها انا ستايل، هي اخذت ستايل الصفحه الديفولت اللي انا مغيره بالاصل للستايل اللي بدي اياه. بتكون الخلفيه، لاحظ بدي الفونت يكون 10، الباك جراوند مالها بديها تكون غامقه شوي، الكلر يلو. فالان اول ما فتحت الصفحه مغير لي اياه بالشكل التالي. ليش؟ لاني انا غيرت الديفولت ستايل للبراوزر باستخدام الانترنت اكسسبيليتي. اوكي، لكن هون هو عمل ستايل خاص فيه، فبالتالي ظهرت عنا بالشكل التالي الفونت سايز تبعه بانه 75 ام. اوكي، فلمنا نعرفه انه بامكانك تعمل انت اوثر ستايل، صح كلامك، الاوثر بامكانه يغطي على الويندوز، له اولويه اعلى من الويندوز ستايل، لكن بظل اليوزر ستايل اعلى من الاولويه من الاثنين، من الاوثر ومن مين؟ من الويندوز نفسها. وضحت الفكره؟ وكون هيك انتهينا من تشابتر في الكاسكيد ستايل شيت تماما. لا تنسى عنا امتحان المد راح يكون بعد بكره 2/12، فيا ريت انك انت 2/12 تكون جاهز للامتحان. اللي داخل معنا HTML كامل وكاسكيد ستايل شيت ما عدا محاضره اليوم، يعني محاضره اليوم ما راح تكون داخل معنا بامتحان المد. وين وصلنا احنا المره الماضيه؟ يعني محاضره الاسبوع الماضي وصلنا عند، هفرجيك اياها من هون، هون هذا اخر شيء 57، اللي هو كان موضوع شو؟ موضوع الاليمنت دايمنشنز، الاليمنت دايمنشنز، اخر موضوع الاليمنت دايمنشنز. البوكس موديل مش داخل معنا بالمد، هاي الفكرة بس، يعني البادنج، المارجن، البوردر مش داخل معنا. وضحت الفكرة؟ امتحان راح يكون مالتيبل تشويس، امتحان بعدنا ما حددنا المدة، بس يعني ما راح يكون ساعة ونص، يعني ممكن يكون 75 دقيقة 60 دقيقة، لأنه بعدنا أسئلة بصراحة ما كتبناها. ان شاء الله اليوم وبكره حسب طبيعه الاسئله نحدد الوقت. دكتور نعم، البادنج والمارجن والبوردر داخلين ولا مش داخلين؟ ما سمعت. بس لا، ليس مش داخلين، ليسوا داخلين، يعني كل شيء قبلهم داخل، شيء كل شيء قبلهم داخل، ما راح ادخل اي شيء احنا اعطيناه لهذا الاسبوع. تمام، شكرا. فبالتالي هسه يعني مخلينا نحكي محاضرة اليوم ما راح تكون داخلة معنا، اللي هي البادنج، المارجن، البوردر، ليس مش داخلين معنا بالامتحان. اوكي، طيب
ادرس منيح، يعني المادة سهلة كثير وبتحصل العلامة. مالتيبل تشويس، في أسئلة راح تكون دقيقة، امتحان ون وي، فبالتالي يعني يعني من البداية شوف قديش الوقت اوكي، و حاول انك انت توازن كل صفحة قديش تدخل عليها اوكي، كل صفحة قديش تدخل عليها. دكتور كم سؤال الامتحان؟ 30 سؤال يعني لحد الآن، بعد ما كتبنا الأسئلة صراحة يعني، يعني 30 سؤال 30 علامة، 30 سؤال ب 30 علامة، كل صفحة ممكن ندخل عليها سؤالين أو ثلاث ونوي الامتحان، فبالتالي بالتالي يكون جاهز للامتحان. وتخاف يعني امتحان يعني زي بقية الامتحانات، بس ياريت أنك أنت تكون قاعد على جهازك مهيئ حالك، الانترنت تتأكد انه قوي، مش تقول انتهى الحزمة وقت الامتحان، اشتغل على لابتوب افضل يعني الموبايل، يعني والله ما هي هيبة تشتغل الامتحان 30 علامة على موبايل يعني اوكي، الا اذا ما حوش حدا لابتوب يعني مش قادر يحصل يعني لا حول ولا قوة، بس يعني بشوف يعني الامتحان بده يكون له هيبة له برستيج يعني، حتى تكون انت قادر تحب أريحية، لأنه بعض المرات الامتحان فيه صور والصور بحاجة تعمل لها زوم إن وزوم آوت صح؟ يعني لأنه في كثير من الطلاب بامتحانات سابقة بيقولوا لي والله بس شفت صورة ما شفت السؤال، لأنك أنت ما عمل لها زوم آوت، بدك تعمل زوم إن، يعني البراوزر تبعك عامل زوم آوت، بدك تعمل زوم إن حتى تقدر تشوف بقية السؤال يعني. بفضل إنه اللابتوب بيكون شغال أو جهاز ديسكتوب عادي يعني. لا تفتح الامتحان على أكثر من جهاز، يعني بعض المرات ممكن يكون في تعليق من المركز الحاسب، استنى على الامتحان شوي يعني بشوف الناس يعني، بس اعمل ريفرش بس ما عليك، إذا علق الامتحان هدي حالك إحنا معك بأثناء الامتحان يعني، إذا علق بيكون التعليق على الجميع امتحاننا أو غيره، اعمل بس ريفرش بس هذا اللي عمله للصفحة واستنى لترجع أوكي. فبالتالي يعني لا تتعامل مع الامتحان بعصبية، أنا بتخاف تخسره أوكي، فبالتالي كون ريلاكس، خليك بغرفة لحالك أوكي، وأدي الامتحان، معك وقت كافي لتأدية الامتحان، لا تعتمد على الغش يعني، لأنه راح يجي لك الأسئلة راندوملي يعني صدقا راح تيجي راندوم، فاللي بيجي بصفحتك ما راح يجي صفحة غيرك، ابلش بحالك الأسئلة مقدور عليها دقيقة شوي بجزء منها بدها تركيز، عشان هيك أنا بقول لك ركز بالامتحان يعني، ركز بكل سؤال بالامتحان أوكي. هاي الأسئلة إن شاء الله، وإحنا خلال الامتحان نكون معك، إذا صار أي شيء بعت على مسج أي إيميل كل المدرسين يعني، أنا والأستاذ مصطفى ولا أستاذ منذر راح نكون معاك وقت الامتحان، وثمانية ونص طبعا راح يكون ثمانية ونص، فبالتالي اقعد بكير يعني وإن شاء الله خير وقت الامتحان أوكي. فمنوقف هون، يعطيكم العافية وإن شاء الله منشوفكم المحاضرة يوم الاثنين القادم بشابتر جديد دكتور، أو ممكن يكون في أسايمنت الأسبوع القادم، لأن المس راح طبعا راح تكون معكم بالتدريب يعني، مس وديعة أو مستهاني عفوا راح تكون معكم بالتدريب، راح تحط لكم الآن رابط لتعملوا تدريب على الأشياء اللي أنتوا ما تدربتوا عليها المرة الماضية أوكي، لأنه يعني ممكن يكون الأسبوع الجاي في عنا assignment حسب الجدول اللي حطوه المسات. فبس أنهي أنا، يا ريت تدخل على مستهاني. طيب في أي سؤال؟ دكتور أنا عندي سؤال صراحة، بس أنا بعثت لك على الإيليرنينج قلت لي أحكي معك بالمحاضرة، فبعد ما يطلع الطلاب إذا في مجال أحكي معك. ما فيش مشكلة، إذا ما عنده حدا سؤال راح أسكل الرابط الآن واستنوا مس تهاني على ما تشغل الرابط الخاص بالمختبر الداخلي.
يعني أفوت على نفس هذا الرابط مرة ثانية؟ بالضبط على نفس الرابط، رح أفعله الآن من جديد.